عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم من القلب للقلب. وزي ما اتفقنا رسالتنا خلال الشهر الكريم ازاي نتعلم الحكمة في الابتلاء وازاي نحقق المنحة من المحنة. السند، مين هو السند؟ ده الشخص اللي بتسند عليه وبتتسند عليه في أي موقف صعب، مهما تمر بأزمة عارف انه هيتصرف وهينجدك ويبقى ظهرك في الشدة قبل الفرح. السند في حياتك ممكن يكون الأب، الأم، الزوج أو الزوجة، وممكن كمان يكون الابن أو الصديق، أيا كان مين، المهم إنه يكون موجود، والأهم إننا نقدر وجوده في حياتنا. وعلشان رسالتنا الشكر عادة، الشكر النهاردة لكل سند في حياتنا، كل شخص كان مصدر الأمن والأمان في حياتي، شكرا للسند. من القلب شكرا، تعالوا نشوف أنتوا كمان وجهتوا الشكر لمين. شخص عايزة أقول له شكراً، هو شخص أثر في حياتي جداً وبدين ليه في كل حاجة حلوة حصلت لي في حياتي، وكل حاجة حلوة لسه بتحصل لي في حياتي هو اللي غير لي حياتي كلها. هو اللي علمني الإيجابية، علمني إزاي أي حاجة سلبية تحصل لي إزاي أحولها من حاجة سلبية لطاقة إيجابية. الشخص ده هو تامر حسني، فبقول له شكراً لكل حاجة حلوة أنت بتعملها ليا ولكل الناس اللي حواليك طول الوقت. شكراً. شكراً لزوجي، شكراً لولادي، أنا بشكركم على كل دقيقة قضيتها معاكم وفي وسطكم. شكرا لكل حبايبي، شكرا لأمي والأبويا، شكرا لكل الناس. أنا لو هقول شكرا، أولا هقول شكرا لربنا إن هو حمينا ومعينا، وبفضله الحمد لله بنعدي بالأزمة. شكرا لكل المصريين اللي ساهموا وقعدوا في البيت، شكرا للفريق الطبي والتمريض والعمال اللي بينزلوا وبينظفوا وبيخاطروا بحياتهم، شكرا لكل الناس اللي ساهمت في أزمة الكورونا. شكرا لربنا، شكرا لبابا وماما، وشكرا لكل دكتور بيحارب فيروس كورونا. بشكر والدي والدتي سبب وجودي في الحياة وأدعو لهما بالرحمة. بشكر كل معلمية في جميع المراحل التعليمية بلا استثناء. بشكر كل واحد علمني حاجة في حياتي. بشكر كل إيد بتتمد بالخير لأي حد. أحب أوجه شكر لبابا وماما وإخواتي وصحابي وصحاب المدرسة وصحاب الجامعة على تشجيعهم ليا دايما ووقفهم ليا ومساندتهم ليا بعد ربنا. وشكرا من القلب. أنا كمان بقول شكراً لكل اللي شاركوا معنا ورسائلكم وصلت من القلب للقلب الجميلة. هلا عمر، ومن المشاهدين الحاجة كاميليا ودكتور نور حسب الله ووجدي وسليم الطفل سليم وبشير عبد الرؤوف وإسراء محمد. بشكركم جداً وبفكركم مشاهدينا الكرام أنتم كمان تقدروا تصوروا فيديو وتبعتوا لنا على صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك فيديو بتوجهوا فيه شكر لشخص وضع بصمته في حياتك.